مساء الخير والنور والسرور وعلى قولة محمد عبده مساء الخير والاحساس والطيبه. انا اليوم ذاك الاسبوع قابلنا كم مره شفت من اي كابتن رياض كان. اليوم انا بصراحه صار شيء قبل لا افتح اللايف كنت رايح منطقه صناعيه. والاول لما نروح المناطق الصناعيه وايد تشوف الله يعز السامعين الكلاب الضاله ويعني انا واحد عندي فوبيا من الكلاب صراحه وانتم انت بكرامه صد جد والله معنا رابي في فريج فريجنا كان يعني وايد بعد فيه بس انه ما مارش... ادري الله يعز السامعين الكلاب هالايام تغيروا عن الكلاب اول يعني ما ادري شلون احس صاروا متوحشين اكثر يعني قبل كنا نعرف على الاقل نتعامل وياه الكلب يعرفك يشوفك يعرف انت من خايف منه يخليك في حالك بس حين... بس انا لاحظت <applause> راحين تغيرها ولا <من> <applause> انا لاحظت في حساب في الانستغرام مجموعه بنات وشباب متخصصين في في انقاذ الكلاب. ف وشفت يعني ما شاء الله مسويين شغل فاتفقت معاها كحين تطلع ويانا لايف الاخت مجده جاهزه اعتقد. جاهزه مجده. اي حياك حياك لايف بس طقني ريكوست ليش؟ حياك لايف. مجد شلونك؟ شو اخبارك ابراهيم؟ الله يسلمك طول عمرك. انا بصراحه مصدوم يعني انتم كم عددكم بنات؟ أه، تقريبا خمس بنات وما في صبيان؟ لا عندنا طبعا بنات وشباب والعدد الاكبر ايش كثر؟ البنات غريب ما ادري بنات اليوم صاروا صاروا اشجع من الصبيان ما <applause> اعرف ممكن <تصفيق> بس انتم شلون تتعاملون مع الكلاب الضاله هذه؟ اول شيء احنا مو يعني انت ما ترضين على يعني كلمه الكلاب لا لا يعني ما الكلاب بس احنا مو مختصين بس في الكلاب احنا ننقذ القطاوه الكلاب الطيور كل شيء اي معلم بس القطاوه مو متوحشين مثل الكلاب الضاله هذه اللي الناس كانت تخاف وتشرد منهم انتم هل عندكم طريقه معينه في التعامل <applause> وياهم يعني اي طبعا احنا عمليات الانقاذ مو مب مو بكل المتطوعين اه يطلعون حق عمليات انقاذ في عندنا مجموعه صغيره اه هم يعرفون يتعاملون ويا الكلاب وبعدين الشب هم مو متوحشين هم هذه يعني رده فعل خوف او يعني يحسون بالتهديد لان أه للاسف صرنا شوي يعني مجتمعنا مو مو بعن خوف بس مو, مو فرندلي مع ال مو فرندلي يعني بس بس يعني هذا لين انا لاحظت انا شفت في اخر بوست نزلتوه عندكم الله يعز أه السامعين كلبه مسمينها ستورمي ايه الهاسكي ايه وانت اعطيتوها اسم حتى انتم كاتبين اسلوب الخطاب انكم تغير بعد قاعد تقولون مرحبا انا ستورمي انا شنو كاتبين كنتوا؟ انا انقذتني احدى المنقذات المتخصصه في, من في المناطق الصناعيه يعني. انتم مقسمين روحكم؟ أه مو مقسمين روحنا لان عددنا قليل فبس يعني كل واحد اللي ساكن مثلا في منطقه أه هو يساعد يساهم يعني من ضمن المسؤوليات اللي عنده انه يخبرنا والله انا مثلا في انا في المحرق يوني مسج انه في تشلب في المحرق ولا قطه متعور فاللي في المحرق يساعدنا وبعدين يعني يصير تيك اوفر المسؤوليات بس احنا من قبل اسلوبنا كذي بس وايد عندنا وايد في ضغط علينا لا, لا كنتوا اجريسيف قبل <applause> أنتوا تهاوشون شوي <applause> 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 هذه من اللون من الضغط والستريس اللي علينا بس اللي صار احنا من قبل في الفيسبوك والانستغرام نستخدم نفس الاسلوب بس نحط البوست نفس الوقت يعني من قلب الحدث فما عندنا وقت مثلا نحط يعني قبل كان ما عندنا وقت وما في احد مختص انه هو مثلا ينزل كل المعلومات، الحين بدينا يعني في مثل ما يقولون structure يعني احنا مرتبين روحنا بطريقه احسن، ففي شخص مثلا هو متابع من جروب الواتساب وهو ينزل البوست والصور. انا لاحظت هو رقم واحد انا ما اعرف صراحه بس انا اسالك يعني الحين في المناطق الصناعيه ليش تكثر الكلاب الضاله؟ المناطق الصناعيه لان في وايد مشاريع وبنيان فييبون التشلوب تشلوب حراسه بس بعدين يخلصون المشروع وبعدين التشلوب ما يخصونهم هذه اهم شيء ان يخصون التشلاب عشان هم يصير كنترول عليهم ما يتكاثرون ما يتزايدون فهم ما يخصونهم يخلونهم حق المشروع بعدين نخلصه الحين هم عددهم أي أي قل ترى انا اللي الاحظه اي وايد ووايد ناس الحين بدات شوي يعني الناس اللي عندها فوبيا مثلي عادي الحين تطلع تمشي في المناطق اللي كانت تكثر فيها قبل، انتم شنو كان دوركم؟ اول شيء كل الحالات كل شيء حتى الارانب اللي ارانب بعد؟ ارانب اي تنقذون ارانب؟ ننقذ ارانب شو سوونهم يعني. بعدين ملوخيه؟ <applause> اول شيء لازم نخصيهم كل الحالات اللي لازم نخصيهم عشان احنا نقدر نسوي كنترول عليهم ثاني شيء المجموعات بعد اللي اللي ياكلون مثلا ياكلون شلوب ولا غيره هم بعد يساعدون يسهمون في العمليات التخصيه ف صار في كنترول على العدد أيوة. وما قاعد يتزايدون فمو بمئات احنا قاعد نتكلم تقريبا الاف الكلاب اللي خصيناهم اذكر انا في واحد من النواب اقترح اقتراح ان هذول مجموعه الكلاب الضاله اللي موجوده ممكن نصدرهم للخارج انتم سويتوا شيء كذي؟ اي احنا اه كان في كذا يعني حاله عالجناهم وكل شيء ورجعناهم للمبل للخارج يعني اوكي امريكا وكندا بس البيئه اللي تناسب هال البريد يعني هم مثلا الهاسكي الهاسكي مثلا يعني صعب علينا هو يعيش في مناخنا آه بحكم الفرو وكل شيء فصدرناهم بس احنا يعني في النهايه نقول هذه احنا مشكله عندنا هني في البحرين ليش هذه مو حل جذري ليش لازم نحط تكل... التكلفه وايد اي فليش احنا نطرش شباب برا ليش احنا هني ما نحل المشكله هاي مو حل جذري طيب هو برا اذا في احد بيستقبلهم هل منظمات ولا فرق انقاذ منظمات وفرق انقاذ بعد بس انه منظمات لانه نعرضهم للتبني وبعدين هم يشوفون عائله يتبنونها زين انتم انتم ما تعرضون حق مشاكل صحيه انتم الفريق؟ لا لا لانه ما في ما في امراض تنتقل بين الاوادم والحيوانات يعني اشياء بسيطه الحساسيات مم المشاكل الجلديه يعني شيء انزين الحيوانات دي بعضهم يعني مو بخاطرين عليكم حتى يعضك هاسكي ولا <applause> <applause> يأكلتش دبرمان ما اعرف ينبقى. لا ما ياكلني مستحيل بياكلني لان انا <applause> وايد كبيره زين بس لا يعني احنا اول شيء نعرف شلون نتعامل وياهم أي. كل الحالات يعني شلب عن شلب يفرق <مم> نفس الاوادم يعني انت مثلا ممكن تكون عادي ان احد يكلمك دايركت بس في احد ثاني يخاف او يتردد فهم نفس الشيء واحنا نعرف شلون نتعامل وياهم ما ننصح اي احد يروح يحاول يعني يجيس ولا يصير كلوز ويا كلب، لان احنا ما نعرف يمكن هاي الكلب رده فعله من الخوف ينابح او شيء، بس ما يهجمون هم يخافون لان نطقه ونضره. بس اذا دي. اذا انت تركض لحقك لا؟ <تصفيق> <تصفيق> بس انا جد واحد وانا ما اعرف اتعامل مع مع الحيوانات هذه من نوع، شلون اقدر اعرف ان ذي الله يعز السامعين الكلب اليف ولا متوحش؟ اول شيء احنا ما ننصح اي احد يحاول يتجرب من كلب ما يعرفه او مم. ما له صاحب هاي اول شيء. ثاني شيء أه احنا نقول الجعيري نسميه، اللي ما له صاحب نسميه الجعيري. الجعيري. Okay. <applause> أه، ما ننصح احد انه يحاول يتجرب من الجعيري. أه، وثاني شيء اذا حسيت انك خايف والكلب مو فرنلي ولا شيء عطى ظهرك وامشي. لا تركض ها بس خليك من تركض ريلاكس اي هم اه ما بيهجمون يعني انت عندك عم. في البيت؟ عندي قطاوة ها ما تربين اه عندي ايه. اربع اربع قطاوة برا البيت وثنتين داخل زين انا اذا تورطت في موقف الحين مع yes. كلب متوحش yeah. شلون اتصرف؟ عطى ظهرك ومش طبيعي ريلاكس كوم ترى هم يحسون اذا انت صرت خايف ومرتبك وتبي تركض بيحس انه ها اوكي هاي يمكن يبي يهجم علي يمكن يبي يطقني ولا شيء ما عفده يعني ريلاكس <applause> ولا طالعة في عينه اهم شيء ما تطالع <applause> في عينه اصد عنه <applause> عطى ظهرك وخليك طبيعي زين سؤال اخير طبعا. سمسم لقيتوا احد يتبناه؟ للاسف لا مالك صدق يعني والله؟ لان وصلنا الليمت مالنا كنا بنطاشه برا بنطاشه امريكا بس الطيران يعطون ليمت حق عدد الشلوب اللي نقدر نصدرهم وانتم الحين حصلتوا تبرعات حق تسافرون برا الحين احنا نبي نسافر بس لانه احنا تاونا مخلصين يعني وايد تكلفته يعني مبلغ وما قدره فلازم اول شيء خلصنا من اللي عندنا وان شاء الله المشروع الجاي سمسم بنسافره. وانتم ساعات بعد وايد عندي اسئله بس ما بطول عليك أ... ساعات تكتبون إن محتاجين فلوس تبرعات حق العيادات، أيضا. في احد يروح يساهم؟ أه الحمد لله الدنيا للحين بخير وفي ناس متابعينا ما يقصرون، صدق ما يقصرون، يعني حالات اللي وايد صعبه احنا ساعات ما نحن... ما نبي ننزل صور لان شيء يضايق بس اول ما ننزل صور دايركت يروحون العياد وعيادات وسوري ويتبرعون بكل صراحه <applause> الاكثر تبرعا بحرينيين ولا اجانب؟ لا بحرينيين والله؟ بحرينيين ان إيه الثقافه دي موجوده ها؟ اي موجوده اقول لك الحمد لله الدنيا للحين بخير ناس وايد يساعدونا وايد يعني صدق صدق الحمد لله ان مجتمعنا في تقبل وايد حق موضوع الرفق بالحيوان وايد وايد يدعمونا الحمد لله بشرتيني بالخير مشكوره يا مجد حاضرين والله يوفقكم انا بصراحه اطمئنيت وايد انا ما كنت اتوقع ان البحرينيين عندهم هو ترى يعكس ليفل اوف انسانيه المجتمع كل ما كان عنده رفق عالي جدا بالحيوان كان عنده رفق عالي اكثر بالانسان هو صحيح ان الانسان قبل الحيوان وهذه في كثير من الاماكن يعني حتى مثلا في في الاسطبلات في الاماكن اللي فيها الحيوانات الاليفه يكون الانسان مقدم على الحيوان يعني مثلا الفارس اهم من من الحصان نفسه لكن لما يكون الانسان عنده عطاء باتجاه الحيوان يكون عنده عطاء اكبر باتجاه الانسان والمجتمعات ما ترتقي ترى الا بالانسانيه يعني انا كنت احسبها اول اقول بعض الدول اللي فيها انديه للمعاقين وفيها ممارسه لرياضه المعاقين تنمو رياضه الناس الغير معاقين تخيل تخيل انت عزز الشيء الناقص حاول تكمله عشان الكامل يزيد كمال في الله